ما اتصل بشادي بقى. خليكي هنا يا حلوة. الو الو. ايوه نايم. ايه يا شادي، انت لسه زعلان مني؟ مفيش حاجة دعاء، عادي. لا يا شادي انت زعلان مني على فكرة، انا اللي المفروض ازعل يا شادي والله، بس انا ما عنش عليا ان اسيبك في رمضان. عادي حصل خير، مفيش حاجة دعاء. طب يعني انت بدل ما انت اللي تيجي تاخدني من عند ماما، انا قررت ان انا انزل واجيلك لغاية عندك. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب وبخير يا رب، ومرضيتش اجيلك بايدي فاضية. يا ستر يا رب، جبت لي ايه؟ جبت لك هدية. كل راجل بيحب يكون عنده الهدية دي في بيته في رمضان. ايه ده، جبت لنا تمر هندي ولا ايه؟ تمر هندي ايه بس؟ وانا ماشي في الشارع، عارف انت الناس اللي بيوزعوا الكراتين دي بتاعت رمضان؟ اه. فانا وقفت في طابور كبير، وقفت مش مهم، قلت مش مهم، بقالي ساعتين واقفه فيها يا شادي في عز الشمس. اه والله. انت واقفه دعاء؟ هم واقفين يا شادي. لا ده انا لازم اجي الحق احط لي كرتونه كمان. طب بالله عليك يا شادي، بص انا عايز اقول لك على حاجه، بس ما تزعلش مني. تعالى خد الكرتونه عشان انا تعبت. الكرتونة تقيلة ومش قادرة. طبعا يا وش السعادة، الله يبارك لك وتعيشي وتوفري لي دايما كده. عشان تعرف انا بحبك قد ايه. انا فعلا اخترتي صح، ربنا يخليكي ليا. تعالى بقى، تعالى تعالى حبيبي. يلا مسافة الطريق حالا حمامة. يلا يا باشا، باي باي. الموتوسيكل بتاعي واجيلك على طول. مستنياكها بسرعة، انت عارف انا واقفة فين؟ فين؟ عارف انت الشارع الطويل ده اللي هو بيطلع على البحر؟ اه اللي جنب البيت عندنا. ايوه انا واقفة هناك. حمامة. يلا بسرعة. حمامة. يلا يا حبيب. سلام. باي باي. سلام يا حبيبي، سلام بسرعة بس. ها باي باي. ايه ده؟ يا سلام جوزي حبيبي، ما اقدرش استنى. مش متخيل نفسي والله لو عمل ما نعمل جنب عيني تاني. والله ايه والله ما عمل فيه. تاني هنتشك احنا. انا ما اقدرش اقعد من غيره، مش عارف اعمل ايه بقى. مش... بس حلوة كرتونة، حلوة فاضية. الله. انت بتعمل ايه؟ حسبي حي. كرتونه فاضيه واخدتها لامي. الكرتونه كان فيها حاجه رمضان، يخرب بيتك. اليوم ليه صوت كرتونه فاضيه قدامك انت ما بتشوفيش؟ وانت كل مره حرامي، كل مره حرامي يا عم. حرام عليا الصلاه، ما عملتش حاجه. استنى اقف فين؟ اقف فين؟ اقف فين؟ عمل لك ايه؟ عمل لك ايه ده؟ انا واقفه مكلمه جوزي عشان يجي ياخد الكرتونه بتاعت رمضان عشان تقيل عليا. اهي الكرتونه، اهي الكرتونه بتاعت جوزي. يا عم سيب البنطلون بتاعي. موتوه عشان احس بالعقل. موتوه. انا صرفت حاجه منكم. انت تسرق ايه؟ حرام عليك. يا شادي الحق. انت كلفتني كده ليه؟ الحق يا شادي. شادي جوزي جه. هو شادي جه؟ شادي جوزي جه. شادي جه. شادي جه. يا حاج شادي جه. شادي مين؟ شادي جوزي. يا جدع يا حرامي يا حرامي. والله العظيم. حرام عليك. حرام عليك. الحق يا شادي. خدني وراك. الحجن والنبي يا حاج. يا دعاء الله يحرقك. حرامي امسكوه. في ايه يا دعاء الله يحرقك؟ في ايه؟ في ايه؟ في الكرتونه بتاعت رمضان. كرتونه ايه؟ رمضان. يلا بينا يلا بينا. يا عم ده انتوا شكلكوا 13 انتوا الاثنين. انا اروح الحاجه دي. كرتونه كل العك كده عشان كرتونه. اختي مش فاهم كده حاجتك يا اختي. مش صحصحي لحاجتك. فين الكرتون؟ كرتونه رمضان اتسرقت. كان فيها ايه؟ لا كان فيها الزيت والشاي والرز والسكر والمكرونه. تعالوا ها يا اولاد ال... استني عندك. هم اللي انت جايباني على ملا وشي وخليتيني ادور العجله بتاعتي عشان الكرتونه تتسرق. يا شيخي ما هو مش بتاعتنا. انت طول عمرك وش فقر عليا. اقول لك على حاجه، انت طالب. والنعمه من عندي. اياك اشوف رقمك عندي تاني. يا ماما يا ولاد، اشتم على مين ولا مين؟